هل يمكن تصديق الحوثيين بشأن توقف انتشار فيروس كورونا ووجود حالتي إصابة تمثلتا للشفاء فعلا؟ ماذا عن المرضى المعزولين في مستشفى الكويت بصنعاء؟ ولماذا رفضت ميليشيا الحوثي مشاركة معلوماتها مع منظمة الصحة العالمية؟ أهلا بكم. حالة وفاة واحدة وحالتان على وشك الشفاء من فيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين، هذا هو ما تعترف به ميليشيا الحوثي عن طريق وزارة صحتها في الوقت الذي توقفت فيه منظمة الصحة العالمية عن العمل في هذه المناطق بسبب عدم شفافية الحوثيين وعدم مشاركة المعلومات معها. والحال في عدن لا يختلف كثيرا، فعشرات الوفيات تحدث يوميا، بينما تعترف الحكومة بثلاث حالات وفاة وأقل من 20 إصابة، وهي التي اعترفت بأن أمراض حميات عادية قتلت مئات الأشخاص خلال أسبوع واحد من شهر إبريل من العام الماضي. فكيف يمكن تصديق هذه المعلومات بشأن فيروس أشد فتكا وأسرع انتشارا فيما تواجهه المستشفيات بنفس الإمكانيات التي واجهت بها الحميات والأمراض السابقة؟ يبلغ من العمر 48 سنة، والأخرى امرأة تبلغ من العمر 38 سنة، وكلا الحالتين تماثلت للشفاء تماما. هل يتكتم الحوثي على إصابات كورونا في مناطق سيطرته؟ بات هذا السؤال مطروحا أكثر من ذي قبل، فالمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير صحة حكومة الانقلاب في صنعاء أظهرهم في حالة من التخبط والعجز عن التعامل مع الكارثة. شهادات نشطاء وأهالي المرضى في وسائل التواصل الاجتماعي تكشف جانبا من الكارثة التي تعيشها صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي، فطريقة انتشار الفيروس مقارنة مع بقية الدول تختلف تماما عن الصورة التي يريد الحوثيون تقديمها عن مدى انتشاره في مناطق سيطرتهم، حيث اعترفوا يوم أمس بحالتين فقط قالوا إنهما تماثلتا للشفاء. المرافق الصحية تبدو عجزة حتى عن توفير وسائل الحماية الشخصية للطواقم الطبية، وهناك معلومات تقول إن طبيبا يملك واحدا من أهم المستشفيات الخاصة في صنعاء قد توفي، ويمنع الحوثيون أسرته من دفنه أو إعلان وفاته. يضاف إلى هذا شهادات تشير لسوء تعامل الميليشيا مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس. وزير الإعلام في حكومة الشرعية قال إن الحكومة أرسلت إمدادات طبية لمختلف المحافظات بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، لكن الجماعة كانت قد نهبت حتى الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية، وكانت في طريقها إلى عدد من المحافظات حيث وزعتها على قياداتها وعناصرها لبيعها في السوق. منذ أكثر من شهرين يعيش العالم حالة طوارئ عصفت بأقوى الدول وأرقى المجتمعات، وتوقفت عجلة النمو الاقتصادي بسبب إجراءات الدول في مواجهة انتشار الفيروس، لكن ميليشيا الحوثي اختارت طريقا مختلفا عن العالم، حيث استبدلت التدابير الطبية بإجراءات قمعية أمنية استهدفت المرضى وأهاليهم إضافة للأطباء ومساعديهم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور مروان الغفوري استشاري قلب وعناية مركزة من مدينة إسن ألمانيا عبر السكايب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور مروان. مساء الفل. أهلا بك دكتور مروان. يعني ما يتم متابعته وقراءته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني يشير تماما إلى أن الحوثي يتكتم على عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ما تعليقك؟ ويمكن اختصار الموقف الحوثي في لقاءين، لقاء يوم الاثنين الفائت ولقاء يوم السبت البارحة. يعني الاثنين الماضي التقى باتحاد المستشفيات الخاصة في صنعاء وأبلغهم بشكل واضح أن هناك قرابة 1300 حالة في صنعاء مؤكدة، وأن هناك قرابة 2000 حالة تنتظر النتيجة، وقالوا بشكل واضح الأمر يوشك أن يخرج عن السيطرة أو قد خرج عن السيطرة. وعندما طالبوه أو طرحوا عليه فكرة إعلان حالة طوارئ، قالوا بشكل واضح وزير الصحة أقصد طالب توكيل، قالوا بشكل واضح أنا أعلن حالة الطوارئ أمامكم الآن كمدراء مستشفيات وليس أمام الناس العامة. هذا كان لقاء يوم الاثنين. لقاء يوم السبت البارحة، لابد أنك قرأت البيان الذي وقع عليه مجموعة من الأطباء. في الحقيقة البيان المنشور الذي نشره صحيفة المصدر أونلاين
هناك بيان وقع عليه حوالي 58 طبيب، هو في واقع العدد الموافقين على البيان 306 طبيب. البيان المنشور كان بيان مستعجل، لم تكن الصورة نسخة نهائية. أوفد الموقعون على البيان قرابة 6 أطباء للقاء المتوكل البارحة طه المتوكل، طه المتوكل في لقائه مع الأطباء قدم مروية أخرى عن حالة الوباء في صنعاء، قال بأنها مجرد 100 حالة، يعني تعتبر بألف 300 حالة أمام مدراء المستشفيات، لأنه كان بحاجة إلى الحديث بشكل أكثر وضوحا مع مدراء المستشفيات وبحاجة إلى خدماتهم. وهذا الكلام إذا أتيحت لنا فرصة سنتحدث عنه بالتفصيل، لكنه قال البارحة للأطباء هي مجرد حمى صغيرة لا تدعي التهويل، لدينا مجرد 100 حالة فقط والأمور تحت السيطرة، أرجوكم لا تنشروا الإشاعات لأنه نحن نعالج أو نحتوي الموضوع الوباء من خلال بث الطمأنينة مش الخوف. يعني هذه طريقة جديدة في مكافحة الوباء، بث الطمأنينة، يعني شيء يعني صراحة صادم يعني ما تم قراءته في صفحتك دكتور حول هذا الاجتماع. يعني المتوكل يضيف أن حكومة لن تعلن عن الحالات الآن ولا مستقبلا، برأيك يعني لماذا تم الإعلان فقط عن حالتين؟ ما هي مصلحة الميليشيا من هذا التكتم؟ المتوكل والمنظومة الحاكمة في صنعاء تعلن عن الوباء بالتقطير، هي تعلم أن مقولة أن الأرض نقية ولا توجد فيها عدوى هي مقولة أولا ما هيش قابلة للتصديق، ثانيا هو بحاجة إلى استدرار المجتمع الدولي. اعترف البارحة قال أنه أنا لدي فقط إمكانية لفحص 20,000، وقدمنا طلبيات وقدمنا نداءات استغاثة إلى منظمات وجهات دولية لمساعدتنا، وبالتالي كان مضطر أن يعلن عن حالته، لأنه في كل مكان في العالم فيما يخص وباء مثل كورونا بنقول بمجرد أن تصل حالة الآن فهذا يعني أن هناك وباء، الوباء يعرف بحالة في مثل هذه الأوضاع، لأنه دعيني أضعك أمام سيناريو أسود في ثواني فقط. لنفترض عزيزتي أثياء أنه الآن لدينا فقط 100 حالة. نعم. وأنه إحنا لم نتخذ أي إجراءات على أساس على شاكلة مثلا التبادل الاجتماعي وتقويض الحياة الجماعية. 100 حالة هناك تقدير يقول أن الشخص الواحد قادر على أن ينقل العدوى من 3 أشخاص إلى 58 شخص، لنأخذ الرقم الأقل، أن الشخص قادر على أن ينقل المرض أو العدوى إلى 3 أشخاص. يوم الجمعة القادمة سيكون لدينا قرابة 72,000 حالة خلال 5 أيام، ولذلك مجرد على الأقل طبعا، على الأقل طبعا هذا افترضنا أنه الحال، لأنه المجتمع مثلا في صنعاء مدينة صغيرة قطرها 7 كيلو ب7 كيلو، يسكن فيها قرابة 6 مليون نسمة، وهذا أفضل ما تحتاجه الأوبئة. كل دراسات الأوبئة في التاريخ بتقول أنه كانت تنهار المجتمعات البشرية عندما تزداد كثافتها رقم 1 وتتصل بالحيوانات رقم 2، بمعنى أنه هذه الأوبئة تحتاج كثافة 2 فقط. لذلك الاستراتيجية الحوثية، لنعترف أولا الحوثيون لديهم استراتيجية معينة، الاستراتيجية تقوم على عناصر 3، أولا على الكتمان، ثانيا على العزل والتتبع، وثالثا على ما يسميه استراتيجية الطمأنينة. عجيب دكتور، يعني البيان الذي أصدره مجموعة من الأطباء صراحة أنا أحييهم لشجاعتهم أن يقدموا بيان تحت وهم يقعون تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، البيان واضح بأن هناك لابد من إجراءات على السلطة التي يعني فرضت نفسها كسلطة حاكمة أن تقوم بها. وللحقيقة النقاط المطروحة ممكنة جدا، يعني لم يطالبوا بشيء غير قادرة عليه اليمن يعني وضعها الصحي المتهالك، أمور تستطيع الميليشيا كميليشيا أن تقوم بها، إغلاق الأسواق، حصر المدن وحصارها، يعني الكثير من الأمور التي طرحوها وهي قرأتها وجدت أنها قابلة للتنفيذ، فلماذا لم تقم بها الميليشيا برأيك؟ طبعا بإمكانك وبإمكان أي متابع أن يفترض أسبابا إلى ما لا نهاية، بمعنى عليك أن تفهمي طبيعة العقل الحوثي وهو عقل غير أخلاقي في المقام الأول، والثاني ثانيا عقل غير مؤسسي. لكن قبل ذلك تخيلي هذا السيناريو، وصل 4 أو 6 أطباء البارحة للقاء وزير الصحة الحوثي
فقال بشكل واضح، طبعا كان عنده وصلته نسخه من البيان، قال بشكل واضح ما شاء الله يعني وصلت البيان الى ترامب، اول جمله قالها. في الحقيقه طلب من الدكاتره الذين ارادوا ان يقابل وزير الصحه الحوثي ان يحذفوا كلمه بيان ويحط مطرحها كلمات خفيفه مثل مناشده او مقترح، لانه بيان بالنسبه لهم كانت اهانه لسمعه الدوله. قالوا بشكل واضح، ركزي على الكلام، تحدث كنازي. هناك مصطلح كان بيستخدمه النازيين في الحرب العالمية الثانية اسمه useless eaters أو الآكلون عديمو الفائدة، بمعنى أنه في لحظة من اللحظات لدي فئة من المجتمع من حقك أن تسمح لهذه الفئة بالموت أو تقتلها بشكل actively، بمعنى بشكل نشط، لأنهم مجرد مستهلكين عديم الفائدة. قال الوزير الصحة البارحة بشكل واضح الأطباء أثناء نقاش مستفيض كان حاد من جانب ولكنه كان خاضع من جانب الوفد الطبي، قال انه اذا لديك شخص عمره 60 سنه واكثر من 60 سنه انت مش محتاج تعمل دوشه وتاخذه الى المستشفى وتسيبه في البيت، ولو مات ادفنه بطريقه ما حد يسمع عنها وخلاص ومشوا الامور. احنا انا معرفتي بتقول انه هو هكذا يقول انه الخوف يدمر جهاز المناعه وبالتالي يسمح للوباء بالانتشار، ولدينا استراتيجيه انا اعتقد انها ستؤتي اكلها خلال 3 أشهر. الاستراتيجية التي تقوم على كما أحدث لك أنا من البداية على الإنكار وإعلان حالة طوارئ جزئية ومعالجة البلد من خلال الطمأنينة. أعلن طبعا لو تلاحظي أنت أن الحوثيين أصلا بيعلنوا حالة طوارئ بالتقطير، بمعنى يغلقوا بعض الأحياء، يصدروا تعليمات صارمة فعلا لمجموعة من الإجراءات الحازمة لساعات معينة في وقت معين. قبل أن نتحدث عن الطوارئ دكتور أو إعلان حالة الطوارئ، أعود بك إلى النقطة السابقة التي ذكرتها وهي مسألة طريقة رد المتوكل، هل بأن من هو كبير في السن لا داعي لأن نصنع دوشة عليه كما قال، لكن هل يمكن أن يسوقنا هذا الحديث ل ما تم تسريبه في وسائل التواصل الاجتماعي، لا أدري مدى صحته حقيقة، بأن هناك ما يسمى بالموت الرحيم، يعني إطلاق إبرة تقضي على هذا الشخص المريض فورا، يعني وربما هناك الكثير من القصص المشبوهة بأن يذهب شخص لا يعاني إلا من زكام خفيف أو التهاب رئوي خفيف في الصدر، ثاني يوم يقولوا تعالوا صاحبكم مات، يعني بشكل مفاجئ وغريب. هل يمكن يعني أن يصل بهم الأمر إلى هذا الحد؟ والله يا أخت آسيا، تخيلي فقط أنه فكرة بث الطمأنينة جاءت بنتيجة سلبية تماما، وأصبح الناس فعلا قادرين على أن لأنه اختفت الحقيقة فأنتجوا حقيقة بديلة. من ضمن عناصر هذه الحقيقة البديلة هي أن الحوثيين يقتلون المصابين. أنا أستبعد كليا مثل هذا، لكن الحقيقة أنه لدي أنه البارحة تحدثنا مجموعة من الأطباء وقبل البارحة أيضا قالوا بشكل واضح أنه الأطباء المرضى الذين يصلون إلى حالات الطوارئ يصلون في وضع إكلينيكي متأخر للغاية، بمعنى يصلون وهم أصلا في حالة صدمة التهابية، انهيار في الدورة الدموية وانهيار في وظائف الرئة وانهيار في وظائف بعض الاعضاء الخاصه، وبالتالي هؤلاء الناس معدل افضل في الايام العاديه، معدل الوفاه فيهم تقريبا هذه المجموعه المرضيه معدل الوفاه فيها تقريبا ما بين 80 إلى 85%. بمعنى انه المشكله التاليه انه الناس يستحملون كل الاعراض وكل الالام في البيت خايفين اصلا من مثل هذه الحقائق البديله، الحقيقه البديله التي هي في النهايه حقيقه زائفه بتقول ان الحوثيين يقتلون الناس، لذلك انا يعني بدل الموت وخراب الديار لو عرف الحوثي. في طبيبه البارحه قالت لي جمله في منتهى الخطوره، قالت المريض ينشف ريقي ينكر يكون الحاله الاكلينيكيه واضحه لديه، عنده التهاب شديد في الرئه بيقترب من حاله فشل دوري، وهو ينكر كل الانكار مسالتين، انه ما عنديش حمى وما عنديش سعال، لانه بالنسبه له حمى وسعال يعني كورونا، يعني سيدخل في المغاره وحيختفي، وبعد ذلك الحوثيين سيذهبون باطقم عسكريه ويقلقون الديار ويقصون الى اخره. يعني كان في مريض نزل قبل من حوالي اسبوع الى اب علشان يوزع، هو كان رجل ميسوري وزع الزكاه والصدقه في اب، وثم اصيب بحمى وسخونيه، اخذ الى صنعاء ومات في مستشفى الكويت. نعم.
فأرسل الحوثيون مجموعة من الأطقم العسكرية إلى مناطق في سياني أو مع سياني أو ما حولها، وأغلقوا 3 منازل من منازل ذويه وأهله، وسمع بالعائلة في كل مكان، وحصلت حالة رعب، وبالتالي أي شخص يعاني من سعال أو من حمى سيختبئ في البيت إلى أن يملكه الموت أو يجعل الله له سبيلا. هذه القصة بمعنى حتى فكرة الطمأنينة التي بتعتمد عليها الاستراتيجية الحوثية هي فكرة جاءت بنقيضها على بالكلية. تمام، نعم. إذا اسمح لنا دكتور مروان أن ينضم معنا الدكتور وليد التجيري، وهو طبيب بمستشفى الثورة العام بصنعاء عبر الهاتف من هناك. مساء الخير دكتور وليد. نعم، إذا سقط الاتصال. كنا نتحدث قبل قليل دكتور حول إجراءات الطوارئ التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والتي تسربها قليلا قليلا. ألا تعتقد أن هذا الإجراء قامت به بعض الدول أيضا؟ يعني لم تعلن حالة فضر تجوال تام وجزأت الأمر بالتدريج حتى يتقبل الناس، هل يعني يسيرون على نفس الخطى أم أنها أمور عشوائية لم تقم بدراسة أو بوعي تام لمعنى حظر التجوال أو فرض الطوارئ؟ أولا هذه الاستراتيجية الحوثية إذا اتفقنا مبدئيا مع قدر كبير من التحفظ على تسميتها بالاستراتيجية تفتقر إلى مجموعة أساسية ومركزية من العناصر في مقدمتها أنها استراتيجية طابعة سياسية. البارحة قالوا بشكل واضح وزير الصحة للأطباء المجتمعين، قال أرجوكم الإعلان عن الوباء وخط أحمر، لا نريد فزع لأنه لدينا معركة أخرى. وخرج الأطباء هم إذا سألون عن طبيعة هذه المعركة الأخرى التي يرى وزير الصحة أن لها الأولوية. ثاني شيء، العنصر الثاني الذي تفتقر إليه مثل هذه الاستراتيجية وهي أنها لا تقوم على نماذج معروفة على الصعيد الدولي، بمعنى أنها كنماذج جربت وحققت نجاحا. وثالث شيء أن الوزير يضع استراتيجية، هو فريقه استراتيجية، لكن لا أحد من فريقه عالم في الفيروسات ولا أحد عالم في الأوبئة، وبالتالي بتصنع من غير متخصصين. لذلك أنا أشكك أصلا في مقدرة مثل هذه الاستراتيجية على أن تنجز شيئا معينا، إذا كان لأنه في أي استراتيجية لمواجهة وباء لابد أن تقوم في المقام الأول على الاعتراف بوجود وباء، ثم تحدد شكل هذا الوباء وحجمه، ثم تحدد مدى خطورة هذا الوباء، ثم تتخذ الإجراء الأول تباعد اجتماعي وسوشيال ديستانسينج، ثم تنتقل إلى الطور الثاني وهو تفكيك الحياة الاجتماعية. الاستراتيجية الحوثية هي عشوائية إلى حد كبير، وهي ذات طبيعة أمنية في المقام الثاني، لا. ولا تقوم على نموذج معين. وبالتالي أنا مثلا خليني أذكر مثال الآن من شوية دقائق، من حوالي 15 دقيقة، دير شبيغل تنشر تقرير عن حالة البرازيل. البرازيل استخدم بولسونارو رئيس البرازيل نفس الجملة التي استخدمها المتوكل البارحة، قال المتوكل هي مجرد سعلة، وبولسونارو قال قبل تقريبا شهرين هي مجرد جريبشن أو فلو، بمعنى هي شوية حمى ما تعملوش دوشة. الآن تتجاوز البرازيل التي رفضت الاعتراف بالحقيقة ورفضت تطبيق أي شكل إشكال الحظر أو العازل على المستوى الفردي والمستوى الجماعي، تتجاوز كل من بريطانيا وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا في أعداد الوفيات وأعداد الإصابات، ويدخل النظام السياسي هناك في أزمة وجودية. نعم، إذا عاد إلينا الدكتور وليد التجيري وهو طبيب بمستشفى الثورة العام عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير دكتور وليد. السلام عليكم، مساء الخير لكم جميعا. وعليك السلام ورحمة الله. دكتور، نود أن تحدثنا عن آخر مستجدات انتشار الفيروس، آخر المعلومات لديك؟ نعم، بالنسبة لآخر التحديثات فيما يتعلق بالحالات المصابة والمشافة والحالات الشفاء، فبعد الإعلان الرسمي عن وجود حالتين تماثل الشفاء ارتفع الحالات المعلن عنها رسميا إلى 75 حالة، حالتين منها تماثل الشفاء كما ذكر في تصريح رسمي من جيولوجي للصحة اليوم، و 13 حالة وفيات، والآن لدينا حالة واحدة تعتبر هروب. في صنعاء فقط؟ الإجراء عفوا؟ في صنعاء؟ في صنعاء؟ لا، أنا أحكي الآن عن وضع الجمهورية كاملة. الجمهورية كامل، نعم. 75 حالة في صنعاء، 4 حالات فقط. نعم. 3 منها تماثلت الشفاء وحالة وفاة. إذا ما تكلمنا عن صنعاء
تصنع لحالها وليس اليمن إجمالا. نعم. إذا هناك فيما يتعلق أيضا. تفضل تفضل. عفوا. تفضل. دعيني أضع لك في الصورة على كامل التحديثات التي جرت خلال اليومين. تفضل. ومن ثم سألنا أي أسئلة تقترحينها. بالنسبة لآخر الإجراءات الاحترازية كان هناك إجراء احترازي من أمانة العاصمة بإغلاق محلات ومراكز وأسواق بيع الملابس لمدة 12 ساعة ابتداء من يومنا هذا وحتى نهاية رمضان كإجراء احترازي أولي لعدم انتشار الفيروس بين الناس وخصوصا في العاصمة صنعاء. نعم. أيضا كان هناك بيان آخر رسمي من أمانة العاصمة بتطبيق البيع السفري أو البيع الخارجي في جميع المطاعم والكافيتيريات على مستوى أمانة العاصمة أيضا كإجراء احترازي أولي أيضا حتى نهاية رمضان لمنع انتشار الفيروس بين عامة الشعب وخصوصا في هذه الأيام حيث يكثر فيها التسوق والتبضع لعيد الفطر. أيضا من ضمن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا من قبل اللجنة العليا للأوبئة سأذكر لكم ملخصا عنها ربما لا يسعني الوقت أن أذكرها كاملة لكن سأذكر لكم ملخصا عنها وهي أنه سيتم إعلان الحجر الصحي المنزلي جبريا ابتداء من 3 شوال وحتى 17 من شوال في المحافظات الشمالية وتخول كل من وزارة الداخلية وأجهزة الأمن ومكاتب المحافظات ووزارة الصحة على تطبيق الحجر على المواطنين طوعيا وفي حالة عدم إمكان المواطنين يطبق الحجر قسريا سيتم الإعلان الرسمي عن ذلك في اثنين من شوال القادم ومن ثم تتولى وزارة الصحة ومكاتب المحافظات تقييم الحالة لمدة أسبوعين وهي فترة الحجر الصحي المنزلي ومقارنة البيانات والمؤشرات لانتشار كورونا يوميا والرفع بها اللجنة العليا للأوبئة وبناء عليه تستعرض اللجنة إمكانية رفع الحجر تدريجيا بعد 14 يوم. هذا كان أهم التحديثات التي حصلت خلال اليومين السابقين وأهم البيانات والإجراءات التي صدرت. نعم جيد. إذن دكتور هناك ملاحظات كثيرة حول غياب الشفافية وأحاديث أخرى كثيرة ربما كان أحدها بيان مجموعة من الأطباء بطلب بشفافية أكثر عن الحالات. كطبيب أنت كيف تتابع المشهد؟ طبعا نحن كأطباء في صنعاء وفي عموم محافظة الجمهورية نرى أن الوضع كارثي وأن الحالات أكبر بكثير مما هو معلن عنه ونتوقع أن تصل الحالات ما بين 1300 إلى 2000 حالة ومؤخرا اجتمع 10 أطباء ممثلين عن أطباء صنعاء لمقابلة وزير الصحة وذلك لاستعراض ما هي الأسباب التي خلف عدم إعلان الحالة بشفافية للمواطنين بشكل عام وخرج زملائنا بخلاصة من القول في بيان موحد أو في تسجيل موحد بأن الأوضاع الحرب والحصار الجائر على الجمهورية وعلى صنعاء بالضبط وأن اليمن ما زالت في حرب قائمة وأن الأوضاع الاقتصادية العامة للمواطنين متدنية جدا في حال تم الإعلان وتم تطبيق الحجر الصحي قسريا على 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 هذه الشريحة من الشعب وخصوصا أنكم تعلمون تماما أن السواد الأعظم من اليمنيين يعتمدون على الدخل اليومي وهو ما يشكل كارثة صحية ومجاعة اقتصادية أخرى فوق الكارثة الصحية. هذا كان مما ذكر في الاجتماع. للأمانة لا تعد أسبابا منطقية كافية وخصوصا أن هذه جائحة وستحصد أرواح كثيرة من المواطنين لكن نقلت لكم بعض من الأسباب التي طرحت إلينا كأطباء عن عدم الشفافية في إيصال معلومة كاملة للمواطنين. نعم نسأل الله لكم جميعا السلامة دكتور وليد. شكرا جزيلا لك دكتور وليد الثجيري طبيب مستشفى الثورة العام كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك دكتور مروان. دكتور مروان باعتقادك كإجراء أولي إغلاق المحلات والمراكز التجارية لمدة 12 ساعة بدءا من اليوم وهذا ما تحدث به جميع من يعيشون في صنعاء وأكده اليوم الدكتور
وليد، هل يعني من شأن هذا الأمر أن يخفف قليلا مسألة التزاحم، خاصة يعني تعرف نهاية رمضان هناك تسوق بشراهة، هناك اجتماعات كثيرة، ما رأيك؟ طبعا أنا استمعت لكلام الزميل الدكتور، واضح أن مثل هذه الاستراتيجيات استراتيجيات ارتجالية، لأنها تشبه النصيحة التي تقول إذا أردت أن تهرب من الوباء اذهب إلى النوم ونم 10 ساعات، وبعد 10 ساعات سيكون كل شيء على ما يرام. الاستراتيجية تكون في الأساس على رقم واحد، أولا كيف أن نبطئ الانتشار، بمعنى إذا كان المرض قادر أن أو الفيروس قادر على أن يقفز إلى 3 من شخص إلى 3 أشخاص، علينا أن نتخذ مجموعة من الإجراءات تجعل هذا الفيروس فقط قادر على أن يقفز إلى 2 ثم يقفز إلى 1 ثم يقفز إلى أقل من 1، وبهذا الشكل نكون قد أبطأنا الموجة الأولى. ثم علينا أن ننتقل بعد ذلك إلى الطور التالي، وهو أن نهبط هذه الموجة، ثم ثالثا أن نبحث استراتيجية خروج. لكن الاستراتيجية التي تقول 12 ساعة أغلق المحلات، 12 ساعة سفتح، وبعد 12 ساعة بمعنى أنت دمجت كل المراحل في خلط واحد في نفس الثانية، هذه عشوائية صرفة لأنها تقتل الناس. لك أن تعلمي أن السبب في المقام الأول هو أن الاستراتيجية بتصاغ بعقلية وبهنية أمنية غير مؤسساتية وغير أكاديمية. تخيل المشهد، مشهد الدرامي لدخول وزير الصحة إلى اجتماع بمدراء المستشفيات الخاصة وهو يقول أو السلام عليكم أنا من سيتحدث، لا أريد أي أسئلة بالمرة ولا نقاشات، ثم يطلق مجموعة من الكلام والأحاديث والمونولوجات من طرف واحد ويخرج. هذه ليست استراتيجية بالمرة، معنى الاستراتيجية غير القادرة على احتواء الوباء هي ليست مثالا لأي استراتيجية بالمرة. إذا اسمح لنا دكتور أيضا أن ينضم معنا الدكتور محمد المحفلي سكايب، وهو باحث في جامعة لوند من السويد عبر سكايب. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين، وشكرا لقناة بلقيس على هذه الاستضافة. اهلا بك دكتور تعزين الحاره. بدايه في وفاة صديقكم عادل الصمدي، واود منك ان تشرح لنا ما الذي حدث معه بالضبط. بدايه اوجه التعازي لاسره صديقي عادل الصمدي والى كافه اهله ومحبيه. طبعا انا بعيد كما تعلمون، ولكن متواصل بشكل كبير مع مجموعه من اهل صديقي، وكنت متواصل معه الى تقريبا أسبوع قبل الوفاة، فأخبروني قبل يوم واحد بأنه يبدو أنه مصاب أو لديه التهاب في الرئة، وفقط بعد يوم واحد أخبروني أنه توفي. طبعا تواصلت مع كثير من الأصدقاء ومع كثير من المحيطين والمقربين منه، فكان كل التأكيد وكل المعلومات تشير إلى أنه كان يعاني من التهاب حاد في الرئة. وطبعا بعثوا لنا التقرير، تقرير الوفاة، وكان التقرير هذا فيه عدد من المعلومات غير الدقيقة أو بعضها التي تثير الشكوك. على سبيل المثال ذكر أن عمر المتوفي 60 عاما بينما هو في 37 من عمره. المعلومة الثانية أنه ذكر أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس وإجراء عملية الإنعاش الرئوي القلبي، ولكن توفي بعد ذلك، ولم يبين ما هي الأعراض وكيف جاء المريض وما هي الأعراض التي أو ما الحال التي كان يشكو منها قبل الوفاة. وهذا يضع كثير من الأسئلة، إما أن الجهات الصحية هذه لا تعلم ما الذي حدث بالضبط، أو أن هناك عمل ممنهج في هذا الجانب. هل هذا ما دعاك للشك في حسب منشورك الذي نشرته على فيسبوك بأن سلطة صنعاء تقوم بإعدام من يشتبه بهم بأنهم مصابون بفيروس كورونا؟ هذا ليس كلامي على فكرة، وإنما هناك ادعاءات أنا قرأتها قبل 4 أيام من هذه الحادثة. نعم. ولكن قلت في ظل هذه الادعاءات هذه الأدلة أو هذه الشواهد ربما تتجه في هذا المنحى. طبعا أنا وجهت عدد من الأسئلة ونريد أن نصل إلى الحقيقة، لا نستطيع أن نتهم، ولست أنا في موقف الشخص الذي يملك الحق بأن يوجه التهم، ولكني أوجه أسئلة مثلها مثل غيري،
ربما تكون هناك عموما دكتور محمد، سياسة ممنهجة نعم تصحي في هذا الجانب. ليست قصتك الوحيدة أو قصة زميلك رحمة الله عليه الوحيدة، يعني هناك العديد من القصص التي تحكي عن فتاة شابة عانت فقط من حمى وكانت في يعني الحجر كما طلب منها في المستشفى، اليوم الآخر تم الإعلان عن وفاتها مباشرة رغم أنها كانت تتواصل مع أهلها، يعني لم تصل حتى إلى مرحلة العناية المركزة. ما رأيك دكتور؟ استمعت لحديث الدكتور محمد المحفلي والكثير من الحكايات التي تشابه هذه القصة، خاصة ما جاء في التقرير مغاير لما هو في الواقع. هذا كلام في منتهى الخطورة، وأنا أتمنى ألا يردد لأنه يضيف إلى حالة الوهم والاستهام والضباب القائمة في البلد. من المعروف عن هذا الوباء، عن مرض كوفيد 19، أنه يمر بطور هادئ لفترة معينة قصص إلى 7 أيام، ثم يدخل المريض فيما يمكن تسميته بالسايتوكاين شوك أو باللانج امبوليزم، بمعنى أن يدخل بصدمة التهابية أو بجلطة رئوية. حوالي 15% يدخلون في جلطة رئوية من النوع الكبير، وبالتالي يموتون في خلال ثواني، أو يدخلون فيما يمكن تسميته بالسايتوكاين شوك أو بصدمة التهابية معقدة، وهؤلاء تنهار كل وظائفهم في خلال تقريبا 60 إلى 70 دقيقة. لذلك هذا السيناريو هو السيناريو الطبي، بمعنى أنه طبيعة الموت هي طبيعة يمكن فهمها من وجهة نظر كلينيكية، وبالتالي علينا ألا يعني لدينا، إذا كان لدينا تفسير طبي للحالات الموت أو للانهيار المفاجئ الذي يحدث في المستوى للمرضى في خلال وقت قصير، فنحن لسنا بحاجة لاستدعاء تفسيرات أخرى، خاصة أنه غالبية الوفاة هي وفاة ودنس، بمعنى أنه يشاهدها طبيب العناية المركزة أو يشاهدها ويعينها طبيب الطوارئ، بمعنى أنها وفاة تحدث ضمن سياق كلينيكي مفهوم ومرصود ومشروح وأمام أعين الأطباء وهم يعانون هذه الحالة. المشكلة الأساسية هي ما الذي يجعل الناس يموتون بهذه الطريقة المفاجئة، هو أنه يتكتمون على المشاكل، يتكتمون على وضعهم الصحي، لأنهم خائفين أنه الحوثيين سيقومون بقتل المرضى أو أنهم سيخفون المرضى أو أن المسألة ستتحول بشكل سريع إلى أعار اجتماعي أو إلى موت وخراب، بمعنى أنه إخفاء الحقيقة هو من يقتل الناس بهذه الطريقة. لكن الحوثيين سيقتلون الناس عفوا، يعني لا يطلقون السموم على الناس. أرجو ألا نضيف عفوا إلى حالة الضباب الموجودة في البلد، ضباب جديد. إذا دكتور محمد، استمعت لحديث الدكتور مروان، هناك حالة صدمة يصاب بها المريض قد تفقد حياته خلال ثواني، خاصة إذا ما تم التكتم على الحالة المرضية لفترة طويلة. ولكن السؤال، هل تمت مراجعة التقرير لما رصد بأن عمره 60 عاما وهو في 37؟ ربما كان هناك خطأ. دعني أوضح فقط وأرد على الدكتور. أنا لا أسوق اتهام بأن صديقي قد تعرض للاغتيال أو أنه تم إعدامه، ولكن نحن نطالب بإيضاح الحقيقة، لأن الخطورة الكبيرة، تصوري أكثر من 50 شخص ذهبوا لزيارته، وهناك وعملية عزاء في بيته، بمعنى أن هذا التكتيم سيؤدي إلى كل هذه الخطورة التي تترتب على ذلك. فلماذا يعني أنت قصدك أن التقرير حتى لم يوضح أنه كان مصاب ولم تظهر الحقيقة؟ نعم، أنت ما تقصده دكتور بأن التقرير حتى لم يوضح بأنه مصاب بالفيروس، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية لعائلته ولمن خالطهم؟ بالمطلق لم يتم إخبار أي شخص بأن هناك أي اشتباه، بالعكس كان المستشفى مفتوح خلال اليوم هذا للزيارات، أكثر من 50 شخص زاروه في المستشفى قبل الوفاة، وكذلك بعد عملية الوفاة وعملية التغسيل وعملية الدفن، وكل هذه إجراءات في ظروف طبيعية تماما، وحتى التقرير لم يشير مطلقا إلى أن صديقي جاء إلى المستشفى وهو يعاني من التهاب رئوي، وإنما ذكروا أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس بدون أي إضافات أخرى. نعم، اتضحت الفكرة. إذن كنت سألتك دكتور حول هل تم مراجعة التقرير من ناحية العمر لما رصد بأن عمره 60 عاما؟ لا، لم يتم مراجعة. هو هناك احتمالا، إما أن هناك استهتار
أو أن هناك يعني هذا الاحتمال الآخر، أن هناك كليشة معينة لمثل هذه الحالات ويتم إعطاء فقط يتم تغيير الاسم. نعم. إذن وأنت في السويد دكتور، وبالتأكيد السويد كانت يعني إحدى بؤر تفشي الوباء، ما هي نصيحتك لمن هم في الداخل حول أي إجراءات احترازية ممكن أن تقدم لهم في هذه الليلة؟ طبعا انا من خلال تواصلي مع الناس اكتشفت ان هناك جهل تام بالفيروس، ولا يعلم ما هو الفيروس، ونحن بحاجة الى مزيد من التوعية والى مزيد من التوعية بالمخاطر. ف يعني على سبيل المثال، عند صديقي اليوم هناك عزاء، وسيتم عزاء يوم غد، ولا يوجد اي اجراءات احترازية لا عند الناس ولا عند السلطات ايضا. نعم. إذا دكتور، في ظل هذا التجهيل وفي ظل هذا التعتيم، ربما أيضا في البيان تمت مطالبة وعي الناس أكثر بأن فيروس كورونا هو مرض وليس عار، وهذا ما رددته في هذه الحلقة. من يعني يصاب بأي أعراض يخشى أن يقال بأنه أصيب بكورونا وكأنه إثم ارتكبه أو عار يعني سيوصم به، كيف يمكن يعني إزالة هذه الشبهة من عند الناس الذين يتقبلون أول معلومة ولا يقبلون تحديث لها؟ يعني قلنا في البداية إنه نحن بحاجة فعلا إلى سلطة واضحة تقدم الحقيقة كما هي. ما ذكره الدكتور من السويد يعيدنا إلى النقطة الأولى، وهو أنه لدى الحوثيين استراتيجية عشوائية في مواجهة هذا الوباء. لدينا مريض مات في ظروف غامضة في سياق إكلينيكي يقول أنه من محتمل أن يكون قد أصيب بمرض كوفيد 19. مات هذا الشخص ولديه كونتاكت، لديهم متصلين به. الاستراتيجية الحوثية فيما يخص مسألة التتبع أو التريسينج هي متخلفة للغاية، وبالتالي هم غير معنيين بمتابعة المخالطين. هذه النقطة. لذلك أنا قلت في البداية أنه الاستراتيجية الحوثية التي قال المتوكل أنها ستؤتي ثمارها بعد 3 أشهر هي استراتيجية ليست مثيل لأي شكل من أشكال الاستراتيجيات، معنى فاشلة من البداية. أنت لغيت الآن قرابة 50 شخص، من الاحتمال أن 10% منهم لنفترض قد أصيبوا أو حملوا الفيروس، سينقلون الفيروس إلى باقي الناس. الاستراتيجية الحوثية بتخفي الحقيقة. أضعك أمام هذا السيناريو. لماذا؟ يعني مات في المستشفى الفلاني. لم من الواضح أنه لم يجرى له فحص ما اذا كان قد اصيب بالفيروس. لماذا؟ كنت اتحدث مع مسؤول كبير في مستشفى صنعاء، قال بشكل واضح، قال انا نحن لا نجري الفحص لانه اذا طلع ايجابي سيتواصل معنا الحوثيون ويهددوننا باغلاق المستشفى وبين قوسين قطع الرزق ما لم ندفع ايتاوات، بمعنى انه السلطات الحوثيه ذات العقل غير الاخلاقي وغير المؤسسين او العقل العصابي، هي ايضا بتستغل كل الظروف من ضمنها هذا الوباء لمزيد من الارتزاق. تخيل. لذلك يقول الدكتور بشكل واضح، قال اولا هذا الشخص بالنسبه لي حتى اصيب او لم يصب فالاستراتيجيه لن تتغير، المقاربه في معالجه هذا الشخص لن تتغير. انا بالنسبه لي اذا كان مات ادفنوه عليه الرحمه، واذا كان لا يزال على قيد الحياه ادخل المستشفى بتشخيص مديل التهابي او بكتيري، او ارسله للجيت، لانه اذا دخلت في سكه الفحوصات الفحص سيذهب للمختبر المركزي الذي يشرف عليه الحوثيين، وبالتالي انا وقعت في مشكله كمستشفى. لذلك هذه هي النقطه رقم 2، وهي انه المشافي لم تعد تتعاون في مساله تتبع الحالات المصابه، لانها خايفه من السلطه رقم 1، السلطه غير المعنيه اصلا بتتبع لا حالات الاصابه ولا حالات الاشتباه ولا حالات المخالطه. ثم رقم 3، المواطن اصبح خائف ان يعترف بمرضه او يذهب الى المستشفيات. وهذا الثالوث الرهيب الذي كتبت عنه البارحه انا مقال تحت عنوان الثالوث، هو ما يفتح كل الابواب الذهبيه للفيروس لكي ينتشر، كما قلت لك سابقا، من 100 حاله الى 72 الف حاله خلال 5 ايام. نعم. إذا دكتور محمد، يعني ربما تحدث معنا أيضا الدكتور وليد بأن هناك إجراءات ستكون مقبلة بإلزام الناس الجلوس في منازلهم، ولكن
حقيقة يعني تظهر إشكالية أخرى، وهي مشكلة اقتصادية سيواجهها الناس الذين يقعون تحت خط الفقر أساسا ولديهم مصدر دخل يومي. كيف يمكن برأيك التغلب على هذه الإشكالية؟ نقول للناس إلزموا منازلكم، ونعلم تماما بأنهم غير قادرين على ذلك. طبعا هو من الصعب جدا أن نطلب من الناس البقاء في منازلهم، ولكن نحن بحاجة إلى التوعية لعملية الموازنة أو لعملية التقليل قدر الإمكان من الاختلاط ومن الخروج ومن مخالطة الآخرين. يعني على سبيل المثال هنا الاستراتيجية في السويد التي تقوم على استراتيجية التباعد الاجتماعي التي يلتزم بها المواطنون أنفسهم. فأعتقد أنه إذا كان هناك توعية كافية للمواطنين بأن قد يمارسوا أعمالهم، قد يخرجون إلى أشغالهم، ولكن مع الاحتفاظ قدر الإمكان بالمسافات والعمل على غسل الأيدي وتعقيم الأشياء عند الوصول إلى المنزل، بمعنى قدر الإمكان المحافظة على هذه الإجراءات بشكل شخصي، قد تحد من انتشار الوباء. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد المحفلي الباحث في جامعة لوند من السويد، كنت معنا عبر سكايب. عودة إليك دكتور مروان. دكتور مروان، مسألة التباعد الاجتماعي، وأنت ربما تحدثت في أحد المنشورات وأنت تخاطب الساكنين في عدن بأن الآن هو دور الناس، دور الشعب، عليهم أن يلزموا بيوتهم إذا ما شعروا بأعراض خفيفة. مسألة التباعد الاجتماعي، ربما نشرت اليوم صورة لا أدري مضحكة أم مبكية، هناك أحد الأماكن الذي وضع خطوط مسافة آمنة للوقوف في طابور، وضع الناس جزماتهم أكرمكم الله واستظلوا تحت ظل العمارة متجمعين تماما، وتركوا الجزمات هي من تقوم بدور التباعد الاجتماعي. في ظل قلة وعي الناس بما يحدث، كيف يمكن إيصال يعني حقيقة وخطورة ما يحدث؟ نعود إلى البداية، وهي أنه إذا سمع الناس الحقيقة، الحقيقة ستقدم للناس أيضا خلال سياق مليء بالتنوير، بمعنى أن السلطات ستقول هناك وباء، الوباء يتكاثر في المنطقة الفلانية. يعني مثلا أذكر لكم مثال، في المدينة اللي أنا فيها في نيمور المركز، كنا نعرف حتى كم عدد الحالات في كل حي في المدينة، وإذا قسمنا المدينة إلى 42 حي، فأنا أعرف أنه الحي الذي أسكن فيه أنا فيه 32 حالة، وباستطاعتي أن أتتبع الموضوع خلال الأسابيع القادمة لمعرفة إلى أي مدى ذهبت هذه الحالات، انخفضت أو بقيت مستقرة أو نزلت. لذلك المسألة أنا قلت سابقا أنها متعلقة عن يعني هي مواجهة فردية، على لأن السلطة هنا في حالة غياب شامل. الحديث الذي سمعناه في المقدمة عن أنه المجتمع اليمني مجتمع فقير، وبالتالي إذا طلبنا منهم البقاء في المنزل فنحن نذمرهم بالمعنى الاقتصادي، ايضا هو حديث ملتبس، لانه يقال ايضا انه نحن امام سوق موسم تسوق، وبالتالي مش قادرين نوقف الناس، يعني نكلف الناس في البيوت. يعني هل الشعب اليمني ما عندوش فلوس، ولا الشعب اليمني عنده فلوس راح يتسوق؟ ما لازم نفهم هل مشكلته انه فقير ولا مشكلته انه راح يتسوق؟ عشوائيه على كل المستويات. لكن اذكر لك مثال، الهند ثاني اكبر تجمع سكاني في التاريخ وفي العالم وفقير، اكثر من مليار فقير، طلب من هؤلاء الفقراء يعمل في بومباي اكثر من ما اعرفش، ما عنديش رقم معين، بس ملايين الناس، شوف عمال يوميا ما عندهمش حتى مكان يسكنوا فيه، مع ذلك حصل التزام شامل، التزام كبير لحد كبير، شامل لا لكن حد كبير بمساله التباعد وتفكيك الحاله الاجتماعيه. الهند اتخذت اجراء في غايه الاهميه، انا بعتقد ان الحوثيين او اي سلطه موجوده في البلد اتخذ اجراء مشابهه، وهي انه اقامت سلسله من المطاعم العملاقه، مطاعم شعبية خيرية عملاقة لإيصال الغذاء إلى الأسر اللي قاعدة في البيت ومش قادرة تطلع من الحجر. الحوثيين الآن عينهم على الزكاة، وأنا متوقع أن يحصلوا على مئات المليارات الريالات من الريالات في ختام هذا الشهر. بإمكان استخدام أموال الزكاة فعلا في إنجاز مسألة التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وتفكيك الحياة الاجتماعية. القصة أمامك خيارين، إما أن تتخذي restrictions مثلا إجراءات الحظر المطلقة أو النسبية، بمعنى أن تتخذي إجراء كالصين وتضعي 700 مليون شخص في الحجر، أو إجراء كالسويد وبالتالي تنصحي الناس، تحددي للناس
طبيعة المشكلة في سياقها الحقيقي، ثم تطلب من الناس التباعد، وبعد ذلك تفكك الحالة الاجتماعية مثل المدارس والأسواق والاحتفالات والزيارات والأعياد والصلوات الجماعية وكل الحياة الجماعية ذات الطبيعة الاجتماعية أو الطبيعة الدينية، تجري تفكيك من خلال شك من أشكال الثقة ما بين السلطة والمجتمع. أهم ميزة بيعرف الأوروبيين عن السويد هي أن السويد تحقق الرقم الأول في أوروبا في مسألة الثقة، ثقة المواطن بالآخر وثقة المواطن بالدولة، بمعنى كأنها دولة لا تعرف، كأنه دولة ومجتمع لا تعرف الكذب. وبالتالي السويد هي الدولة الوحيدة التي لم تقدم إجراءات وإنما نصائح، ولكن الشعب اتخذ النصائح كأنها إجراءات ومشي في الدنيا. لذلك احنا في بلد ايضا الثقه فيه منهاره ما بين المواطن والمواطن وبين المواطن وكل اشكال السلطات الموجوده في البلد. في حال غياب الثقه، ان تضيفي الى غياب الثقه كمان غياب كامل للحقيقه، انت بتغرقي البلد في مشكله في غايه عتيد. لذلك حتى نصائحنا عندما نقدم النصائح نقول يا جماعه هذه مساله على المستوى الفردي، التباعد الاجتماعي يا جماعه، فككوا حياتكم الاجتماعيه، انت بينظر اليك من قبل مجموعه من الناس بارتياب ومجموعه اخرى برفض الى اخره. نحن محتاجين فعلا الى استراتيجيه شامله على المستوى الاجتماعي، ايضا في نفس الوقت محتاجين للحقيقه، لان احنا من سينقذ الموقف الى حد كبير. إذن شكرا جزيلا لك دكتور مروان الغفوري على وقتك معنا وعلى الجهد الذي تبذله حقيقة على صفحتك يوميا بتوعية الناس وإيصال معلومات كثيرة عن هذا الفيروس. دكتور مروان الغفوري استشاري القلب والعناية المركزة، كنت معنا عبر سكايب من ولاية إسن ألمانيا، شكرا جزيلا مرة أخرى لك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، نسأل الله لكم السلامة وأن يجنبكم جميعا المكاره والمخاطر. كونوا برعاية الله وأمنه.